بداية انه ثم معلومة خرجت وجيت على اساس ثم زون اندستريال في الفحص، معنا المنطقة الصناعية في مدينة الفحص، على اساس باش نعمل انتدابات جديدة. مشاو غاديكا معناها تقريب 60 ولا 70 معنا شباب الفحص، معنا على اساس مشاو للاندستريال مطالبين بحقه في التشغيل ومطالبين انه تتنحك الحكاية متاع المحسوبية، وفلان يدخل اخته وفلان يدخل اخوه واحد هكا، وطالبوا معناها تكون شفافية تكون موجودة في الانتدابات، معناها على اثر معناها كبر العدد وكل شيء، معناها تواجد معناها غاديكا السلطات الامنية، وتقريبا هي الطرف الوحيد المفاوض معناها في العملية. وكنا احنا بعد سمعنا بالعملية معناها معناها شباب ناشطين، معناها نزلنا هبطنا بحث الاولاد وطلبنا معناها طرف رسمي نحكيوا معاه مباشرة. يتصل بنا السيد المعتمد ومشي، عرفت كيفاش على اساس معناها باش معناها نحكيوا معاه. تقريبا المعتمد معناها اللي احنا حرصنا عليه انه معناها تكون العملية معناها اكثر شفافية واكثر معناها وضوح في عملية الانتداب، لكن عن طريق الجلسة المطالب كبرت ودخلت فيها مطالب تشغيل ودخلنا مطالب الحظائر ودخلت فيها مطالب المقاسم الفلاحية ودخلت معناها المطالب الكل، وحاولنا انه معناها يكون مجلس جهوي معناها يكون موجود، عرفت كيفاش، باش بالنظر معناها المسائل هذه والطلبات معناها باش تكون معناها من غيرك التسويف ومن غير حتى شيء، ولانه الاحتياجات مازالت سخونه. واحنا في الاثناء معناها كان ثم احتياجات في بير مشارقه واحتياجات في جباس واحتياجات في زغوان، فهمتني، واحتياجات في الناظور، وكان ثم ضرب جوع زاد في الناظور تقريبا عنده تقريبا حكايه 3 ايام ولا نهارين. عملنا محضر جلسه اتفقنا فيه الاطراف الكل بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل، كان طرف مفاوض معنا، وبحضور معناها طرف من الجهوي نتاع لوتيكا، وكان موجود الطرف من البي تي اس هذوما، وتفاهمنا على اساس يكون معناها مجلس جهوي يكون معناها كاش في ظرف معناها وجيز باش نشوفوا علاش المطالب هذه. في الاثناء وقتها تم مره اخرى احتواء احتجاجات وكل شيء، وتم فض الكياس وحلينا الكياسات ونحينا العجالي. احنا رانا كنا كطرف كنا سعينا مده 4 ولا 5 ايام باش ما تصيرش الفوضى هذه، فوجئنا انه فما اعتقالات. احنا متاكدين اللي هو اصلا ضرب التحركات الاجتماعيه وضرب ضربه الجوع في الناظور وفي الفحص وضرب المطالب السلميه، فجاه نلقوا نفسنا في مساله اعتقالات وفي مساله واحد، وتو هنا عنا نهارين وثلاث ايام تقريبا على كيفاش تحركات يوميه وضربات جوع يوميه على موضوع الاعتقالات. شادين في صراحة المعتقلين. عندي ولدي عمره 20 سنة صغير، مازال صغير، بعثوا جده باش يجيب لي زوز فرنك من دروس الحظر التجول، هاك تشوف فيه حالتي انا نخدم عليه كيفاش نصور في زوز فرنك باش نصرف عليه باش كذا، كل شادين هولي تو ربتين هولي. علاش؟ نحب نفهم علاش؟ خي ولدي صغير يا رسول الله ضرب ليل ونهار، ثلاث ايام ليل ونهار ضرب، مش تحمل شوفوا تيودي قدك الطفل صغير يا رسول الله بالله رحمة. حبيت نحكي لكم اليوم على الاحتجاجات اللي صارت في ولاية زغوان، اللي هي احتجاجات كانت سلمية بدون تكسير بدون عنف بدون سرقة بدون حتى آلية من آليات العنف ولا حتى إجراء مسار في تكسير ولا في. الحاجة الوحيدة اللي يمكن صارت هي تسكير كياس كولايات الكل اللي صارت فيها من الاحتجاجات، لكن الأمن في زغوان وفي الفحص بصورة خاصة كان مارس العديد من الضغوط على العباد اللي احتجت في وسط الفحص ومشيلهم للديار ووقفهم وبدون حتى أدلة على أنهم كانوا مجرمين أو سراق أو حتى شيء. معناها صارت الاحتجاجات في الفحص في الليل، جاهم أم تغدوا أصبح لموا عباد من القاوي اللي يعرضهم قدامهم يلموه، ما فهم حتى دليل على أنهم جرموا ولا أنهم سرقوا. زيد على هذا تكون المحاكمة نهار الثلاث بدون حضور الاهالي نتاع الموقوفين وما با حتى خليهم يدخلوا المحكمه. كما نعرفوا معناها هذه حاجه ما تخفيش عليكم في بريسك الولايات الكل وفي المناطق الكل، وقت اللي ما يلقاوش دليل على انسان انه سرق ولا انه عمل حاجه ولا يحب يعدي انسان يعمل يطالب بشغله ولا يعمل في السياسه ولا يعمل في اي حاجه يحبوا يعديوه بالطبيعة على تحليل الزطله باش يعديوه بالقانون 52 ويشد عام ويدفع مليون على انه ما عمل حتى شيء. مشكله زاده صارت لنا انه الرجال الامن
كانوا تعرضوا الموقوفين الى الضرب والاهانه وكل العنف تعرضوا له معناها الموقوفين اللي موقفين، حتى دخلوا في اضراب جوع. ونحب اللي نوصلها للمسؤولين هذيا، راهو الموقوفين في اضراب جوع، ما مش بعد زاد كيموتوا نقولوا لهم راهو حاولنا معاه. وقت تشوف معناها كيما جيات كل التشغيل منعدم، تتكلم عبيد معناها باش تاكل سيك ليطلع جر، وهما مازالوا يحكيون على دولة الاستمرارية، ومازال والي جديد، ومازال وزير جديد، ومازلنا رانا كي تلقينا كي عملنا تحوير وزيري وما تاخذوش علينا برشا. نكفر بالنابة والرشوة، قانون الوضع قد تم بدموع غزيرة تبكي أولادها لسجنوه. قلت لها ابكي يا أمه، ابكي عرقك يا أمه، سمسارة باعوه.